اليوم وصلنا لليوم الرابع من الفاينلز امبارح تلعبوا لي ماتش نتاع الجروب 1 واليوم باش يلعبوا لي ماتش تاع الجروب 2 أونس جابر باش تلعب الماتش الثاني نتاعها ان شاء الله باش نحكيه في الفيديو هذايا على الماتش الجاي نتاع أونس جابر ضد غوندرو سوفا وباش على اللي صار في اليوم الثالث من الفاينلز وباش نركزو اكثر على الطرح بتاع ريباكينا وساكاري اللي رينا فيه العجب بداية سيئة وبيجي جديد على سكاري، ومن بعد سبحان ربي رينا سكاري واحدة أخرى تقول مش نفس الشخص، وهذا الكلام في نفس الطرح هو بريمو ربي هز عبد وهبت عبد، وقت اللي سألوهم اللاعبات حول تباين المستوى وكثرة الأخطاء في الأطراح بتاعهم، الكل باستثناء أنا ريت بيجولا امبارح. وحتى في الماتش الاول دونك ما تخلط تغلطش ياسر متاقلمة يعني مع الميدان البقية الكل دونك اجمعوا انه ثم مشكلة كبيرة في التيران لي غير عاديين اون بو با بريفوار الروبون الكرة وذا اللي خلق برشا برشا مشاكل لجميع اللاعبات تقريبا وريبا كينا امبارح رغم الانتصار نتاعها فانها عبرت على الحكاية ذي وقالت راهو الماتشوات السيئة والاخطاء الكثيرة اللي قاعدين نشوف راهو بسبب الميدان واللي روبون تاع الترام، وهذاك علاش إلى حد الآن تورنوا معناتها ما كانش في مستوى في المستوى المطلوب. ولا دونك كذا هو موضوع حديثنا في الفيديو هذايا، أما قبل ما تنساوش لايك سبسكرايب للي مازال ما اشتركش في القناة، وما فيها بأس نشيروا الفيديو لأحبابنا وأصحابنا، ونجيب فانز أراوند ذا وورلد نرحبوا بكم، نشوفكم نبداو نحكيو شويه على الماتش الاول واللي جمع ما بين بيغولا وسابالينكا كان واضح من بدايه الطرح وانه بيغولا محضره طرحها كوم الفو كادت ان تفاجئ سابالينك من اول شوط من دونتري دو جو وصلت حتى كان 15-40 الارسال عند سابالينكا لكن بعد سلكتها سابالينكا وفعلا جاء الكسر جاء في وقته جاء في السانكيام جو وقتها دوزا دو وتقدمت على صابالينكا وفكت لها ارسالها اول وبعد ما كملت فكت لها ارسال اخر ووصلت متقدمه 5 دو يا بور لو لكن بعد ورغم عوده صابالينكا وربحت جوز اشواط متالية ولات 5 أربعة فانه يعني في جوله تمكنت تمكنت باش تربح المجموعه الاولى بنتيجه ستة أربعة بيغولا في المجموعة هذه كانت مركزة برشا قليلة الأخطاء أه ما أنت فريمون ورت مستوى أه ريجولي وهذا أهم ما بيغولا إلى حد الآن في اللي دو ماتش نتاعها ممكن أقل اللاعب أخطاء وأكثرهم تأقلم مع الميدان في السنة الثانية واصلت بيغولا هيمنتها وتقدمت وصلت حتى 4-0 ومن بعد ميم 5-1 وهنا ملاحظه اللي سابالينكا في البريود هذيك الكل عملت برشا 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 اغلاط برشا حتى اللي دوبل فاته في الارسال على الارسال متاعها وكانت مرتبكه برشا وتعدت كما قلت الاخطاء نتاعها في الطرح وتقريبا كما صاروا في, في الفسات الاولى حاولت تستدرك سابالينكا وديجا فعلا ومن واحد خمسة رجعت ثلاثة خمسة لكن سيتي تروتار وبيغولا في الاخر ربحت سيس تروا اون بوتي وبيجولا تنجم تقول عدد الأخطاء اللي ارتكبتهم يمثل نصف أخطاء سبانيك كما قلت العنوان الكبير بالنسبة لأداء بيجولا هو الاستقرار الانتظام قلة الأخطاء وهذا المفتاح بالنسبة لبيجولا كان في الطرح بتاع مبارح سيرتو وفي اللي دو ماتش عموما. بصراحة النتيجة وخصوصا الأداء من الطرفين كان مفاجئ. توقعنا وانه سابالينكا باش تواصل في المستويات المبهره اللي تقدم فيهم لكن مبارح رينا بيجولا وقفت لها مش لند لند برك بل, بل اكثر من كاكا وقفت وقفه كبيره ورات مستوى كبير ياسر نمشيو توا الطرح الثاني الطرح الثاني يعجبني اكثر من الطرح الاول انا بصراحه طرح ممتاز ياسر لعده اسباب اولا رينا ساكاري قعدنا نستنى وشنية الرياكشن متاحة بعد الهزيمة الساحقة ضد سابالينكا في بداية الماتش هذايا ما بين سكاري وريباكين رينا سيناريو مرعب بأتم معنى الكلمة في بداية الطرح مرعب لشكون لسكاري بالطبيعة ديجا هي بعد في المؤتمر حكيت قالت وأنه في داخلها تحس ثم زوز أشخاص شخص مرعوب خايف من هزيمة أخرى ساحقة والخروج من التورنوا بهزايم متكررة وبشكل كبير ياسر ومن ناحية جانب آخر كومباتي يحاول ويقول لها وأنها قادرة قادرة باش تقدم مردود باهي وقادرة بوركوا با حتى وأنها تربح الطرح المهم في بداية السات في بداية الطرح في السات الأولى بيجي الجديد وضغط كبير على سكاري الشبح نتاع طرح سابالينكا ظهر وفي السات هذه سكاري كانت كراتها كلها غالطه لا دقه لا قوه بعيده ياسر 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 على المستوى في المجموعه الثانيه وبعد ما ربحت الشوط الاول بشق الانفس راه وصلت هي مع على الارسال في الشوط الاول في السات الثانيه وصلت كنز يعني باش الشيء مازال متواصل بشق الانفس دونك نجمت تربحوا الشوط الاول ذاك وهنا ريناها تحرت برشا من الضغط وبدات تسترجع في اللعبة نتاعها ولات في مرحله اولى تلعب الند لند مع ريباكينا رغم اللي كانت ديما في خطر على ارسالاتها اما كومان وصلت كما قلت تلعب الند لند في مرحله اولى وتقدمت تمام في وقت من الاوقات تقدمت خمسة أربعة وقت الارسال باش يكون عند ريباكينا ومن بعد تقدمت ستة خمسة مرة أخرى الارسال عند ريباكينا المهم عالدولة للتايبريك وفي تاي بريك رغم اللي آه ريباكين تقدمت منولتر وزادو لكن آه تمكنت باش تربح في الاخر آه ساكاري تربح سبعة أربعة والسات ذي رغم اللي كانت متكافئه ياسر بيناتهم لكن رينا رينا ساكاري اللي قادره وفعلا هي قادره باش تنافس وباش آه تربح وتفك السات من آه ريباكين وهنا كما قلت آه ساكاري آه ريناها ريناها تلعب في لعبها معناتها شتانة بين ساكاري نتاع الست الاولى وسكاري نتاع الست الثاني وهذايا اللي صار في سيرتو في الست هذيا ياكد انه اشترى اللعبه راهي مورال وقت اللي تحرت من ضغط ومن الخوف نتاعها ولعبت لعبها تمكنت باش تربح الست وفي الست هذيا ما خسرت حتى ارسال رغم اللي كانت في السات الأولى ضربة بيجل وما ربحت حتى إرسال، وهذايا على خاطر نقصت من أخطاء وكوراتها ولت دقيقة وقوي. ولا واحد واحد وتوتي بوسيبل ما بيناتهم، تعدينا للسات الثالثة، سكاري هو الإرسال أوديبي كان عند ريباكينا وسكاري جاتها فرصة كبيرة باش تكسر الإرسال مبكر- مبكرا وتتقدم، وصلت كان كارونت. والإرسال عند كما قلنا ريباكينا، لكن بعد ما وصلتش ربحات، لكن بعد ما كسرتوش الإرسال نتاع ريباكينا، وقعدوا مشاو متعادلين حتى يشلين وصلوا دو وهنا ريباكينا تقدمت كتردو يعني خسرت هي الإرسال نتاعها، من اللي بدات اللعبة إلى حد اللحظة ذيك سكاري ما كسرت إرسال ريباكينا حتى مر يعني عمليًا سي طرحوا خاطر. مستبعد ياسر بشريبة كانت تخسر إرسال وهنا صارت حاجة غريبة وأنه ريبا كينا مش برك خسرة الإرسال الأول متاحة في الماتش أما آآ الأغرب من هذا وأنه خسرته جبلة يعني فريمون معناتها كيما الروبون بتاع الكرة الميدانة متاع الكورة في الميدان هذايا متاع ملاعب كانكون غير متوقع زاد لي روبون متاع الماتش والتحولات في مسير الماتش فريمون حقيقة زاد هما غير متوقعين دونك بعد ما كانت متأخرة اثنين أربعة وصلت الكاتر كاتر رجعت كاتر كاتر في السات هذيا ديما ريباكينا هي اللي تسربي قبل وشاكاري كادت أن تتقدم خمسة أربعة يعني كادت أن تعاود تكسر الإرسال متاع ريباكينا أونفا عاودوا وصلوا للتاي بريك مرة أخرى اما مرة هذه ريبا كي خذت بزمام الامور من الاول على بكري ووصلت مام تقدمت سي زيرو في الاخر ربحت سات سبعة اثنين ولا طرح ربحته بنتيجة اثنين واحد برافو فريمون برافو لساكاري للروح القتالية الكبيرة اللي اظهرتها الخلاصة بالنسبة لسكاريا لعبت سانك سات وتوتالي لحد الان اثنين في الطرح الاول وثلاثة في الطرح مبارح وريناها بزوز وجوه فريمون مختلفة تماما وشتان بين الثلاثة مجموعات الأولى زوز مجموعات سابالينكو والمجموعة الأولى ضد ريباكينا كانت بوجه هزيل وهزيل وهزيل جدا وبعد بعد زوز مجموعات الأخرانيين رينا ساكاري التوب 10 والاستنتاج أنا بالنسبة لي على الأقل وأنه اللي تغير اللي تغير خاطر التحول صار في نفس الماتش دونك شنو الحاجة الكبيرة اللي تغيرت هو ليتا ديسبري والثقة في النفس الرغبة يعني المونتال وقت اللي المونتال يكون حاضر حتى اللي يجاوب وهكا تكون بيغولا تعديت بشكل رسمي للدومي فينال وساكاري انسحبت زادا هي بشكل رسمي ما مازال عندها ماتش باش تلعبو اكيد ضد بيغولا لكن ماتش شكلي بالنسبة للاثنين مهما كانت النتيجة فانه بيغولا متعدية كما قلنا للدومي فينال وفانه ساكاري باش وتبقى البطاقة الثانية ما بين ريباكينا وسباليك الراحة هي اللي باش مع بيغولا الوضع دونك حاليا في المجموعة بيغولا في المرتبة الأولى بزوج انتصارات عندها أربع مجموعات وما خسرت حتى مجموعة سجلت خمسة وعشرين شوط وقبلت أربعتاش سابالينكا في المرتبة الثانية بانتصار وهزيمة ربحت زوج مجموعات وخسرت زوج مجموعات سجلت تسعتاش مجموعة وخسرت تلتاش مجموعة, سجلت 19 مجموعة, وخسرت 13 مجموعة. في المرتبة الثالثة ريباكينا بانتصار وهزيمة سجلت زوز مجموعات وقبلت ثلاثة مجموعات وسجلت ستة وعشرين شوط وقبلت خمسة وعشرين شوط والمرتبة الأخيرة السكاري أه صفر انتصار زوز هزايم ربحت مجموعة وخسرت أربعة هذا دونك اللي صار والوضع أه بالنسبة للمجموعة الأولى اليوم باش نشوفوا أه اليوم الثاني بالنسبة للمجموعة الثانية اللي هو اليوم الرابع في التورنوا ككل، اليوم الماتش الأول باش يكون ما بين الفايزات في الجولة الأولى يعني ما بين جفيونتك وكوكو جوف، و... وهنا نعاود نذكر راهو ال... النتيجة اللي تساعدنا اللي تساعدنا كونو كوكو جوف تربح ضد جفيون تيك وبعد مع الماتش الأول مع الحداش قلتها. وبعد الماتش الثاني بتاع اونز جابر فوندرو باش يكون فير نص تقريبا وان شاء الله نشوف اونز جابر تتحرر حتى هي من الضغطات متاعها وتربح الماتش باش تخلي فرصتها في التأهل ان شاء الله تكون راكزة اليوم وفي نهارها وخلينا نقعد بالله متفائلين التشاؤم ما, ما هو يزيدنا حد شيء ما هو باش ينفعنا بحد شيء اما التفائل هو اللي يعطينا شحنة اخرى كما ريت وقت اللي المورال تهز بالنسبة لساكاري ورات وجه آخر وإحنا زاد وقت اللي نحكي نبدأ ونحكيه بتشاؤم براهو ما لنا شيء بالعكس يزيد يتا يزيد ينقصنا حتى في اللي نجمو نعملوه في حين كي نغزر الأمور بنظرة تفاؤلية فإنه المورال يطلع وكي المورال, المورال يطلع وقتها تولي تنجم تقدم أفضل ما لديك إن شاء الله هذا هو التفكير اللي يكون عند أنس جابر وعند مشجعين تاع أنس جابر في الأخر قول ربي ينصر فلسطين ويرفع على أهل غزة الظلم والظيم كنت معكم مراد بالحاج من تونس. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.